مرحبا بكم، اسمي جو ميرفي وأنا واحدة من منسقي تحفيز المخاط في صندوق مستشفيات ليدز التعليمية. بالنسبة للبعض فإن تحفيز المخاط في العيادات الخارجية أمر وارد الحدوث وسوف يقلل من مقدار الوقت في المستشفى أثناء عملية التحفيز. وإذا كنت ستجرين تحفيز المخاط في العيادات الخارجية فعليك الحضور في المستشفى في يوم إجراء تحفيز المخاط لإجراء التقييم من جانب القابلة، وسيتأكدون أنك وطفلك بحالة جيدة قبل إجراء الفحص المهبلي وبدء عملية تحفيز المخاط عن طريق علاج بروبس أو دايلابان. وبعد ذلك في حال إذا لم توجد أي موانع لتحفيز المخاط في العيادات الخارجية سوف تستطيعين العودة للمنزل بناء على موعد خلال 12 ساعة مع دايلابان ولمدة 24 ساعة مع بروبس، وبعد ذلك سوف تعودين للمستشفى لمواصلة تحفيز المخاض حتى يولد طفلك. وقد تحتاجين للعودة إلى المستشفى في موعد مبكر عن المدة المخطط لها إذا واجهت انقباضات منتظمة أو إذا نزلت مياه الجنين أو إذا تعرضت لأي نزيف مهبلي أو كانت لك شكاوى من حركات طفلك أو شعرت بأنك لست بحالة جيدة. على سبيل المثال أصبت بالدوار أو الحمى أو نوبات خفقان القلب أو وقعت تحميلة بروبس وأنابيب دايلابان من مكانها. وإذا كانت لديك أي شكاوى أثناء وجودك في المنزل يمكنك الاتصال بجناح ما قبل الولادة أو مركز تقييم الأمومة للاستشارة. ولكي تكوني مؤهلة لدخول العيادات الخارجية لتحفيز المخاض يجب استيفاء معايير معينة. على سبيل المثال يجب أن تكوني وطفلك بحالة جيدة، ويجب أن تكون الملاحظات ضمن المقاييس المعيارية الطبيعية، ويجب ألا تكوني قد ولدت أكثر من 3 أطفال، وألا تكوني قد خضعت لولادة قيصرية أو جراحة بالرحم، وأن يكون محل سكنك على بعد مسافة سير بالسيارة مدتها 30 دقيقة من المستشفى ومتاح لديك هاتف ووسيلة انتقال. وقد تكونين مؤهلة لإجراء تحفيز المخاض في العيادات الخارجية إذا كنت وطفلك قد انقضى لكما مدة 41 أسبوعاً ومدة 42 أسبوعاً وأجريت تلقيح الأنابيب، أو كنت قد سيطرت بشكل جيد على مرض السكري الخاص بالحمل الذي يتم التعامل معه إما عن طريق اتباع الحمية أو باستخدام دواء ميتفورمين. ومن المهم ملاحظة أنه إذا كنت قد تعرضت لنوبة أخيرة من انخفاض حركة الجنين فلن نوصي بتحفيز المخاض في العيادات الخارجية. ويمكنك مناقشة مدى أهليتك لإجراء تحفيز المخاض في العيادات الخارجية عند مراجعة التحفيز، وخيار تحفيز المخاض في العيادات الخارجية يرجع إليك. وحتى إذا عرض عليك إجراء تحفيز المخاض في العيادات الخارجية ولكنك تفضلين البقاء في المستشفى بدلا من الذهاب إلى المنزل فهذا اختيارك، ويمكنك البقاء في المستشفى. ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول تحفيز المخاض في العيادات الخارجية في نشرة معلومات تحفيز المخاض أو باستشارة القابلة أو طبيب التوليد.